لا يستأثر أحد برأيه. والأخ العزيز الدكتور عصام العريان قيمة كبيرة وخبرة سياسية، واستفدنا منه كثيرا في الحزب، وتعلمنا منه ومن تجربته الكثير، ولا يمكن أبدا ولا يتصور بأي حال من الأحوال أن يستغنى عن هذه القيمة الكبيرة. أمامنا مهام كبيرة بدأناها منذ تأسيس الحزب بقيادة الأخ العزيز الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، وها نحن نستأنف استكمال هذه المسيرة في بناء الحزب. ولكن أقول إن أهم أولوياتنا في المرحلة القادمة هي إعادة اللحمة الوطنية للشعب المصري بكل أحزابه وبكل توجهاته السياسية. حينما خاض هذه المسيرة بعد الثورة عبر التحالف الديمقراطي من أجل مصر، الذي بدأ تحالفا سياسيا وانتهى تحالفا انتخابيا، قادر إن شاء الله بجهوده وجهود أبنائه أن يعيد اللحمة إلى الشعب المصري وإلى أحزابه وفئاته السياسية، حتى نستطيع أن ننهض بمصر، وحتى نستطيع أن نحقق تنمية حقيقية. ومن المعروف أننا يمكن أن نعمل معا من أجل مصر، ثم تتنافس الأحزاب والقوى السياسية في الانتخابات عبر برامج وعبر رؤى، منهم من يحوز ثقة الشعب ويحصل على الأغلبية، والآخرون يكونون في مقاعد المعارضة. وهذه هي الديمقراطية التي نسعى إلى ترسيخها. حزب الحرية والعدالة لا يعمل في فراغ، فجماعة الإخوان المسلمين التي أسست حزب الحرية والعدالة أعلى هيئة في جماعة الإخوان المسلمين، وهي مجلس شورى، بإرادته الحرة أسس حزب الحرية والعدالة ليعبر عن المشروع السياسي للإخوان المسلمين، اللي في نهايته بيكون الحكم الرشيد الذي ينطلق من تطبيق الشريعة الإسلامية. حزب الحرية والعدالة عنده رؤية للنهوض بمصر لتتبوأ
مصر مكانتها اللائقة بين الدول، حزب الحرية والعدالة سيتعامل مع الأحزاب النظيرة له والتي دولها تمر بظروف مماثلة، لا بد أن نلتحم ولا بد أن نأخذ الخبرة من هذه الأحزاب، وقد بدأنا هذه المسيرة وسنستكملها إن شاء الله. ما أريد أن أقول أن حزب الحرية والعدالة وإن كان حزبا مصريا خالصا يعمل في حدود الدولة المصرية وينافس على الحكم، إلا أنه يستفيد من تجارب الآخرين، وقد بدأنا هذه التجارب وسنستكملها إن شاء الله. الإخوة الكرام، الأخوات الفضليات، إن هذه الصفة التي أولوتموني إياها بتكليفكم لي رئيسا لحزب الحرية والعدالة، هذا دين في رقبتي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن أكون عند حسن ظنكم جميعا، ولا أستطيع أن أفعل شيء بمفردي، ولكن أنا كما تعودت وكما تربيت في الإخوان المسلمين قبل أن أنتقل إلى حزب الحرية والعدالة، أنني أعمل في المؤسسة كواحد من أفرادها، ألتزم بقراراتها حتى ولو خالفت رأيي. من غير دعمكم ومن غير تفعيل أعضاء الحزب جميعا اللي وصل عددهم الآن قرابة 400,000، لا نستطيع أن نفعل شيئا. إحنا الأمل كبير، مصر تنتظركم، تنتظر حزب الحرية والعدالة ليتصدر المشهد السياسي ويقود البلاد إن شاء الله نحو الحكم الرشيد، متعاونا في ذلك مع كافة الأحزاب والقوى السياسية. لا يمكن أن نعمل بمفردنا، ولكن سنعمل مع الآخرين من أجل نهضة مصر ورفعتها وعزتها. أكرر شكري وتقديري لكم على هذا التكليف، وأسأل الله أن أكون عند حسن ظنكم، والسلام عليكم ورحمة الله. نعلن انتهاء أعمال المؤتمر العام الغير عادي. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.